باز على مقدمة هذا الشوط للسيد سالم بن محمد بن ضبيعة الاجتبي على المقدمة. المركز الثاني اللي في المركز الثاني ذيبان، ذيبان في المركز الثاني للسيد علي بن سيل بن علي المزروعي، وفي المركز الثالث المركز الثالث مميز مميز في المركز الثالث للسيد حي بن مبارك بن حي الاجتبي، وفي المركز الرابع الذهب للسيد محمد بن عتيج بن علي الاجتبي، وفي المركز الخامس المركز الخامس شاهين للسيد عبد الله بن سالم بن عبد الله المسافري، وفي المركز السادس نشوف اللي في المركز السادس. وفي المركز السادس في هذه اللحظات اللي في المركز السادس وصل الى المركز السادس للسيد حميد بن سلطان بالكديدة الفلاسي، وفي المركز السابع المركز السابع صبر للسيد محمد بن عبد الله المذيبي الاجتبي، وفي المركز الثامن المركز الثامن اللي في المركز الثامن متعب للسيد حمد بن عبيد بن شلبوت الخيلي، وفي المركز التاسع المركز التاسع نشوف اللي في المركز التاسع صوغان للسيد عبيد بن رملي بن محمد العامري، وفي المركز العاشر المركز العاشر البترول للسيد صالح بن محمد بن سالمين العامري. هذه النتيجة هذه النتيجة، ونرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدينا الكرام إلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام نرجع إلى مقدمة هذا الشوط، وأرى الآن اللي في المركز الأول، أرى اللي في المركز الأول في هذه اللحظات الباز، الباز على مقدمة هذا الشوط للسيد سالم بن محمد بن ضبيعة الاجتبي، وفي المركز الثاني شاهين للسيد عبد الله بن سالم بن عبد الله المسافري، وفي المركز الثالث المركز الثالث ذيبان للسيد علي بن سيل بالقاشوط المزروعي، وفي المركز الرابع الذهب للسيد محمد بن عتيج بن خفية الاجتبي، وفي المركز الخامس المركز الخامس مميز للسيد ضحي بن مبارك بن ضحي الاجتبي، وفي المركز السادس المركز السادس الشايد في المركز السادس للسيد حميد بن سلطان بالكديدة الفلاسي، وفي المركز السابع المركز السابع صبل للسيد محمد بن عبد الله المذيبي الاجتبي، وفي المركز الثامن ناخذ اللي في المركز الثامن في هذه اللحظات المركز الثامن، أرى اللي في المركز الثامن متعب للسيد حمد بن عبيد بن شلبوت الخيلي، وفي المركز التاسع المركز التاسع اللي في المركز التاسع في هذه اللحظات وصل وصل براق للسيد سالم بن علي بن حمد بن إيداه المنصوري، أول ندى البراق يصل وينتقل إلى المركز التاسع، وفي المركز العاشر البترول للسيد صالح بن محمد بن سالمين العامري. هذا ثاني ندى للمراكز العشر الأوائل، ونرجع إلى المقدمة إلى الباز. يا سلام يا الباز، هذا أحد طيور جارحة أيضا على مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا الباز، الباز مسيطر على المقدمة للسيد سالم بن محمد بن ضبيعة الاجتبي، وفي المركز الثاني وصل كابتن الطيارة مع شاهين للسيد عبد الله بن سالم المسافري، بنسميه صوغان يا ابو يا ابو سالم، بنسميه صوغان، ان سلاله صوغان ظاهره من عند عبد الله بن سالم المسافري. يا سلام يا سلام يا كابتن الطياره. ننتقل الى المركز الثالث، وفي المركز الثالث الذهب للسيد محمد بن عتيج بن خفيه الاجتبي، وفي المركز الثالث المركز الرابع من الجانب الثاني صبر للسيد محمد بن عبد الله المذيبي الاجتبي. الجماعه عندهم صبر ونحن عندنا صبر، والمسافه 8 كيلو متر يا المذيبي، تروم تنادي تروم تحرك، المهم الصبر موجود. المركز الخامس المركز الخامس ارى اللي في المركز الخامس مميز للسيد ضحي بن مبارك بن ضحي الاجتبي، وفي المركز السادس ذيبان للسيد علي بن سيل بالقاشوط المزروعي، وفي المركز السابع المركز السابع هنا اللي في المركز السابع الشادي، في المركز السابع
وصل للسيد حميد بن سلطان بالكديدة الفلاسي وفي المركز الثامن. المركز الثامن أرى متعب للسيد حمد بن عبيد بن شلبوت الخيلي. وفي المركز التاسع نخلي في المركز التاسع ها هو براق للسيد سالم بن علي بن حمد بن إيداه المنصوري. وفي المركز العاشر نشوف المركز العاشر ها هو اللي في المركز العاشر البترول. البترول السيد صالح بن محمد بن سالمين العامري هو في المركز العاشر. ما ادري بيشيك الاوليات ولا بيشيك عمره وبينتقل الى مقدمتي هذا الشو. ما ادري بترول خصوصي، بترول ممتاز، بترول عادي، بترول طيارات. على العموم نحن بنشوف يا بن سالمين يا العامري، بنشوف هذا الاداء المتميز للزمول. يا سلام، نرجع الى المقدمه، نرجع الى مقدمه هذا الشوط الى الباز. الباز لا زال مسيطر سيطره كامله منذ البدايه وحتى هذه اللحظات، والجماعه قادمين من اليمين ومن اليسار. دير بالك يا بالضبيعه سالم بن محمد بالضبيعه الاجتبي مع الباز المذيوبي قادم مع صبر. والصبر حلو والصبر جميل مع صبر. يا سلام يا سلام، كل شيء مع الصبر يستوي، كل شيء مع الصبر يستوي، بس انت ركز وشوف، والصبر مطلوب في هذه الحالات. ها هو صبر في المركز الثاني للسيد محمد بن عبد الله المذيوبي الاجتبي في المركز الثاني. وفي المركز الثالث ذيبال للسيد علي بن سيل القاشوطي المزروعي بالقاشوط المزروعي. يا سلام يا سلام، ايضا قادم من الغربيه. المركز الرابع شاهين في المركز الرابع للسيد عبد الله بن سالم المسافري. يا سلام، المركز الخامس براق للسيد سالم بن علي بن حمد بن إيداه المنصوري. وفي المركز السات مميز للسيد ضحي بن مبارك بن ضحي الاجتبي. وفي المركز السابع متعب للسيد حمد بن عبيد بن شلبوت الخيلي. وفي المركز الثامن نشوف وناخذ المركز الثامن في هذه اللحظات، وصل الذهب للسيد محمد بن عتيج بن خفية الاجتبي. يا سلام يا سلام يا ابو عتيج، قادم مع الذهب. وفي المركز التاسع الشادن في المركز التاسع للسيد حميد بن سلطان بالكديدة الفلاسي. وفي المركز العاشر وين المركز العاشر؟ بعيد المركز العاشر، بس هناك عدسات كاميرات دبي ريسنج ترصد كل صغيرة وكبيرة في أرضية هذا الميدان مع المخرج المبدع دائما بو عدنان. يا سلام، ها هو اللي في المركز العاشر في هذه اللحظات، البترول للسيد صالح بن محمد بن سالمين العامري. هذه النتيجة، ونرجع إلى المقدمة. نرجع إلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام، التغيير طرى وجرى على مقدمة هذا الشوط من قبل براق بدأ يبرق على المقدمة. يا سلام يا براق، لكن الغدوم من متعب بدأ يتسلل، بدأ يغير، بدأ يندفع إلى مقدمة هذا الشوط. تحرك براق ومتعب، براق ومتعب. يا سلام، براق الآن يبرق إلى المقدمة للسيد سالم بن علي بن حمد بن إيداه المنصوري. متعب في المركز الثاني للسيد حمد بن عبيد بن شلبوت الخيلي. يا سلام يا سلام على أداء الزمول في شوط الكبار. يا سلام، المركز الثالث ذيبال في المركز الثالث في هذه اللحظات للسيد علي بن سهيل بالقاشوطي المزروعي. يا سلام يا سلام على هذا الأداء المتميز للغاية، الأداء المتميز للغاية. ها هو الشوط، ها هي المنافسة على أرضية هذا الميدان. يا سلام يا سلام يا براق،
فراق لا زال مسيطر على مقدمة هذا الشوط للسيد سالم بن علي بن حمد بن إيداه المنصوري، لكن الملاحقة والمتابعة من متعب للسيد حمد بن عبيد بن شلبوت الخيلي. يا سلام يا سلام، المركز الثالث، ناخذ اللي في المركز الثالث في هذه اللحظات. أرى ذيبان غادم بقوة أيضا في المركز الثالث، غادم من الغربية للسيد علي بن سهيل في القاشوط المزروعي. وفي المركز الرابع، المركز الرابع مميز للسيد ضحي بن مبارك بن ضحي الاجتبي. وفي المركز الخامس، نشوف اللي في المركز الخامس في هذه اللحظات، اللي في المركز الخامس شاهين للسيد عبد الله بن سالم المسافري. وفي المركز السادس، المركز السادس صوغان للسيد هزاع بن عبد الهادي بن محمد بن نايفه الهاجري. وفي المركز نشوف المركز السابع، اللي في المركز السابع وصل البترول للسيد صالح بن محمد بن سالمين العامري. وفي المركز الثامن مشاغب للسيد حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي للسيد راشد بن حمد بن راشد بن غدير الاجتبي. وفي المركز العاشر، اللي في المركز العاشر عاجل للسيد عبد الله بن ناصر بن مشيط المري. هذه النتيجة، هذه النتيجة. ونرجع إلى المقدم، نرجع إلى مقدمة هذا الشوط والصراع والبغاء للأقوياء على مقدمة هذا الشوط. يا سلام، دام عندك سبوق ما عليك خوف أبدا، السبوق تريح أعصابك، تشتهر ويشيع طاريها، لو تعشيها على ثيابك ما تضيع مروتك فيها. ها هو صوغان يتسلل إلى مقدمة هذا الشوط للسيد هزاع بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة الهاجري. يا سلام، مالك هداد الذي فاز أمس في سن الثنايا، لكن أردت تسلل، التسلل من ذيبان، ذيبان تسلل وغير وانتقل إلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام، متعب غادم، متعب وذيبان، المعركة شديدة، المعركة طاحنة على مقدمة هذا الشوط. يا سلام، متعب وذيبان، متعب وذيبان، اللحظات الأخيرة، اللحظات الحرجة، نحن نقترب من خط النهاية والزمول يقتربن، متعب وذيبان يقتربن من خط النهاية. يا سلام يا سلام يا سلام على هذا الأداء المتميز، الأداء المتميز للغاية. ذيبان ومتعب، ذيبان منافس، منافسة قوية، ومتعب أيضا ينافس. ذيبان يتسلل إلى مقدمة هذا الشوط. سلام سلام عليكم يا أهل الغربية، تهانينا للسيد علي بن سهيل بالقاشوط المزروعي المركز الثاني، متعب بالمركز الثاني للسيد حمد بن عبيد بن شلبوت الخيلي. وفي المركز الثالث، المركز الثالث الذي وصل في المركز الثالث صوغان للسيد عبيد بن رملي بن محمد العامري. وفي المركز الرابع البترول للسيد صالح بن محمد بن سالمين العامري. يا سلام يا سلام على هذا الأداء المتميز للغاية. نشوف الآن اللي في المركز الأول، ذيبان. ها هو ذيبان، 13 دقيقة 27 ثانية بالوفاة تمام، صاحب الإنجازات العديدة. تهانينا من الأعماق للسيد علي بن سهيل بقاشوط المزروعي، والذي وصل في المركز الثاني متعب، قاطع المسافة 13 دقيقة 27 سبع أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد حمد بن عبيد بن شلبوت الأخيلي، والذي وصل في المركز الثالث، المركز الثالث. نشوف الذي وصل في المركز الثالث، ها هو اللي في المركز الثالث صوغان، 13 دقيقة 36 تسع أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد عبيد بن رملي بن محمد العامري، والذي وصل في المركز الرابع البترول للسيد صالح بن محمد بن سالمين العامري. المركز الخامس، اللي في المركز الخامس مشاغب للسيد راشد بن حمد بن راشد بن غدير الاجتبي. تهانينا للجميع على هذا الأداء المتميز في سن الكبار. استمتعنا وياكم اليوم في سباق هذا الصباح مع الحول.